أربع ممالك بيحكموا العالم: أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا. الأربعة دول هيتصارعوا مع بعضهم بعض في الشرق الأوسط بعد ساعات معدودة. شرارة الحرب دي اللي هيفتعلها إسرائيل وإيران. إسرائيل وإيران هيحولوا الشرق الأوسط لساحة ظلام أبدي. بمجرد ما إسرائيل تضرب مفاعلات إيران النووية، هتلاقوا الأربع دول العظمى حلت على الشرق الأوسط عشان ينهبوا جبال الدهب في الخليج ويسيطروا على قناة السويس. وكل الشرق الأوسط ببلاده هتبقى ساحات حرب وبؤر حرب. في الوقت ده هيكون ضيق عظيم ما كانش قبله ولا هيكون بعده في العالم. الله بنفسه هينزل في الشرق الأوسط عشان يحارب، وهيلبس ثوبه الأبيض وكل الملائكة هتكون حواليه، وهيمد إيده ويحارب، وهيفتح عيون البشر عشان يشوفوا منظر الله وشكل الله. السر هيتكشف. بمجرد بداية الحرب العالمية الثالثة، الله هينزل يحارب فيها، هيكشف نفسه قدام العيون. هينزل حسب النبوات القديمة على جبل الزيتون في القدس الشرقية، هيبعث كل الأموات ويقومهم من جديد. ده خبر يقين سمعته من السماء. احنا سكان الجيل الأخير، استعدوا للقاء إلهكم.